تمكنا اليوم من تسليم 282 شاحنة، من بينها 221 شاحنة للمديرية المركزية للعتاد لدي سيام تابعة لوزارة الدفاع الوطني، 22 شاحنة لصالح المؤسسة العمومية ويرجيا زاكار، 21 شاحنة لصالح المؤسسة العمومية كوسيدار كاناليزاسون، 7 شاحنات لصالح المؤسسة العمومية كوسيدار كاريار، و11 شاحنة لستة مؤسسات خاصة تابعة لمختلف القطاعات الاقتصادية. انتشر اليوم المديرية المركزية للعتاد بصفتها الهيئة المسؤولة عن اقتناء وتسيير العتاد بوزارة الدفاع الوطني عن استلام 221 شاحنة من مختلف الأنواع، منها شاحنات لنقل الجند سداسية الدفع ورباعية الدفع، وكذلك شاحنات للإخلاء الطبي. هذا العتاد أو هذه الشاحنات سيتم توزيعها على جميع الوحدات القتالية عبر جميع التراب الوطني. De 460 ORM 460.